لذلك اخواني شدوا العزيمة قولوا يا رب انا اليوم شاهدت المعسكر والتدريبات اللي قمت فيها هي عبارة عن معركة حقيقية. التدريبات اللي قدموها الأخوة المدربين الله يجزيهم الخير ويعطيهم العافية راح تريحكم في ملاقات العدو، راح تشوفوا انه المعركة ما تختلف عن التدريب بل هي أبسط. التدريبات اللي تلقيتوها الآن قاسية وشديدة حتى ترتاحوا في ملاقات العدو. نحن واثقين بإذن الله أنه عندنا شباب ثقتنا فيهم عالية وهن ثقتهم بربهم عالية، ما يمكن أبد عهد مع دماء الشهداء كلهم أنه نحن متابعين في الدرب اللي أنتوا بذلتوا في دماءكم. عندنا شباب طالعين يدافعوا عن أرضهم وعرضهم في سبيل الله، هدول ما بيوقف أمامهم أحد. نخوض المعركة على الجبهات وفي ذات الوقت نعد الشباب في المعسكرات. الجبهات تنتظر بنادقكم التي تدقون بها أعناق المجرمين. معارك يا شباب، سبع سنوات ونصف الجبهات مشتعلة في كل الشمال ونحن عم نرحل من هالنفايات إلى قم، إلى الضاحية الجنوبية، إلى مناطق حزب الشيطان وغيره. كلهم شافوا شو سوينا فيهم، طحنوهم الشباب طحن. نحن عم نتحدث الآن عن الشمال اللي هو سوريا الحرة اللي جمعت الأطهار الشرفاء من كل أنحاء سوريا، من أهل البلد، من الشمال هون، واللي تهجروا كانوا رافضين الذل والهوان والاستسلام، حملوا بندقيتهم معهم واجوا لهون ليتابعوا المعركة ما المستسلمين لحتى يواجهوا هؤلاء الأقذار الأنجاس المحتلين. احنا الآن عم نتحدث عن مئات الآلاف من الثوار وحاضرتهم، في عنا ملايين ما بين ثائر وما بين حاضنة قوية متلاحمة رافضة الذل. هدول رح يكونوا بإذن الله هن اللي رح يحرروا كامل سوريا. من الشمال هون رح ننطلق إلى كامل أنحاء سوريا. حادي سمعنا النظام والمجرم وبوتين وخامنئي عن معركة إدلب. أصلا هاي ما إدلب، نحن عنا إدلب ومدنها وريف حماة وريف الساحل وريف حلب الغربي والشمالي والجنوبي. أنا ببشركم أن خطة العدو أفشلناها، كان مراهن على خونة، على جواسيس، على عملاء أنه يخترقوا صفوفنا، أنه يدخلوا بيناتنا، أنه يخترقونا من الداخل، لكن هؤلاء كشفناهم وتعاملنا معهم. والآن جبهاتنا متينة بإذن الله سبحانه وتعالى. عم ننتظر الجميع، انطلبنا للدفاع جاهزين، وانطلبنا لملاقات العدو جاهزين، وانطلبنا من معارك الهجوم جاهزين كامل الجاهزية. جبهات الساحل وحماة وحلب الجميع مستنفر والجميع جاهز والجميع أصبعوا على الزينات جاهز لملاقات الجبناء الجرذان، وراح نمرق عنفهم بالتراب وراح نلقلهم درس ما راح ينسوه ابدا، لانه نحن هاي ارضنا وهاي ثورتنا وهاي بلدنا وهاي كرامتنا. ما بنتلازم معنا قريه، بتم معنا مدينه، بدنا نرجع نطردهم باذن الله. مناطق راحت بترجع يا شباب، مناطق راحت بترجع. المهم لا تحسب والله يا شباب العدو ما عم يراهن الا على ارادتنا. ياخذ مناطق راح يرجعها باذن الله، لانه اهل الارض راح ينتحر منها. انت فرقك عنهم ان انتصرت على الارض
هي بشرى لك، هذا طريق الحق شرفك برب العالمين. وإن استشهدت فأنت يا محلاها شهادة في سبيل الله، تلقى الله سبحانه وتعالى راض عنك، وتلقى الله سبحانه وتعالى وقد أديت ما عليك، ما خزلت أهلك، ما خزلت المستضعفين. مهما كان يا شباب ما في عدنا خيار، مهما كان ما في عدنا خيار. شقد ما كان العدو عم يجمع من قوته، شقد ما كان متفوق علينا بالسلاح، ما عدنا خيار إلا نحن نواجهه بسلاحنا هذا البسيط، لكن في عدنا سلاح أقوى هنا اللي هو سلاح إيماننا وعقيدتنا. اللهم كن لنا عونا ومعينا وحافظا وناصرا وساترا وأمينا. نحن متيقنين أنه هذا الدرب مهما طال آخر شيء في النهاية العاقبة ما راح تكون إلا لأهل الحق. بتوكل على الله بإذن الله دربنا سلكنا فيه ما راح نتراجع، ما نتراجع عن دربنا.